مرحبا، اليوم بدنا نرسم معكم هاي الرسمة. عشان الرسمة تصير أسهل بدنا نعمل أول إشي نخط على الكانفاس زي تاب، نقص ليفز ونلزق، أو إذا في جلو خصوصي للرسم نقدر نخط كمان محل ليفز عشان بالنفس الرسمة محل ليفز كتير فاتح. بدنا نستخدم براشز different size acrylic، كمان في سبنجل للرسم. اوكي خلينا نبلش. الوان حطيت انا تركوازي درجات غامق وفاتح، ابيض، بني، اسود، ذهبي، ذهبي كمان درجتين، جولد قديم والجولد عادي. اوكي نبلش. اول نتفرجوا اماكن وين ما في لاينز تركوازي، هلا بنقدر نرسم عليهم على الليبس. بعدين بس نخلص نقيم هاي طريقة بنقدر حوالي الليبس. هذا بيعمل انا بالتركوازي هون، في هون كمان منطقة. طبعا انا خطيت اكتر ليبس مش زي الرسمة عشان انا ما بحب ارقام معين. هلا بدنا نعمل ميكس اسود والابيض، نسوي درجة جري كتير كتير خفيفة، كمان تعملوا شوي ميكس مع بعض من جهة تانية تبعت السفنجة، تعملوا بصير تعملوا بالبراش تقريبا بصير نفس الإفكت، أو إذا ما عندكم سفنجة خصوصي تقدروا تعملوا بالليفة تبعت جلي بزبط كمان. هلا الوان انا دايما برايي ايش انتو بتحبوا الوان اكتر بزيدوا اكتر، ايش الوان ممكن ابدا ما بتحبوا ابعدوا منها، مش كل الناس بحبوا الوان زي بعض. اذا ما بتحبوا جولد ممكن تستخدموا السيلفر او درجات يلو غريب من جولد. جربوا تعملوا لاينز زي خلينا نحكي فيرتيكال ستريت لاينز. اوكي هلا بدنا نغير لون، بدنا نمسك شوية اوكر مال نتفل جولد. اذا انتو حبيتوا مثلا شكل بلندينج اكتر بصير تخطوا زي هيك زي تاتش، إذا حبيتوا تشكل زي لاينز بصير تعملوا بستخدموا زي براش. من تحت بدنا شوي نغمقوا أكتر عشان هيك بصير نخط لاينز أغمق. انا باخد مع بعض كل الوان هاي، بمسك شوي براون شوي اوكر. اكريليك بتنشف بسرعة عشان هيك بصير
الشغل لما بمشي أسرع. بصير نعمل نفس الإشي بالأول، بس بصير استنوا تنشيف أسرع. سوري طول تنشيف، وبدكم تشتغلوا أسرع عشان ألوان يصيروا مع بعض أحلى. هلأ بصير تعملوا لاين فوراً زي هلا أنا سويت، بصير بعدين كمان نزيد بالبراش. طبعا أماكن وين بتحبوا تزيدوا بتزيدوا، وين بحب أفتح تقدروا فتحوا، تحطوا مور لايت، بس أهم يكون كله كانفاس عليها في لون. هلا في ستريت لاينز، لاين رفيع بدنا نعمل بالبراش. في بالألوان غامق، في بالألوان فاتح، في ناس بحبوا اعملوا كوبي بالزبط. بصيروا تعملوا لاينز كيف هم بيجوا بالزبط. امتى سوينا كل لاينز؟ نقدر نشيل لزيك لزيك تبعت ليبس شوي شوي. طبعا محله لازم يضل ابيض، واستنوا خلي شوي انشا أيمنا كل زين. هلا بدنا نفرج وين منطقة غامق نعمل ليفز فاتح، وين منطقة فاتح مثلا زي هون نعمل ليف غامق زي أكس. كل إشي أكس. ألوان نستخدم ذهبي ولون ممكن براون. خلينا نبلش نجرب نشوف. هلا كل ليف طبعا بصير شكل. لويش بنخوت احنا اللزيق عشان يصير تحت كل اشي نظيف، بتصير ذهبي افتح. اول دور بنعمل بدون ديتيلز، بس كل ليف ملون. هاي منطقة عشان أكتر غامقة فيها ألوان غامق، أنا بدي أخوت ليف براون ما ذهبي. بصير شوي بشبك زي برونز. هلا هدول كمان طبعا حجم كانفاس، اذا حجم كانفاس اكبر تمالو ليفز اكبر، حجم اصغر تمالو ليفز اصغر. عملنا كل ليفز، هلا بدنا نزبطهم ونعملهم طريقة حلوة. هلا بدنا نستخدم براون وبلاك للليفز غامق عشان بدنا نغمقهم نعمل اغمق، وما في ديتيلز بس في شوي زي تفاصيل. عشان اكريليك يصير تمشي احسن استخدموا او ميديوم خصوص او بصير كمان ماي. هلا بدنا
واحد جاهز بدنا نعمل كلهم زيه. عم بدي اثبت كمان شوي ليبس كلهم. هلا هاي انا سويت بس ليبس غامق اوكي فاتح. بدنا نعمل نفس الطريقه بس بالدرجات افتح. بدنا نعمل ميكس براون مع الذهبي نفس الاشي بدكم تعملوه بس ايش نترككم فاتح. احلى اذا تعملوا طرف ليب هيك كتير بكون رفيع. هلا الليبس فاتح نخد شوي ابيض وخليه تنشف وبخلي لون ذهبي بصير افتح. هلا بدكم تبلشوا تعملوا ستيم طبعا كمان جهة ستيم وين بدو يمشي انتو تفرجوا صح انتو بتختاروا كيف صار طريقة حلوة. هون بصير ستيم لون فاتح من هون كل مرة بتغمقوا مع خال غامق هون وين اللبس غامق. بصير إذا اللبس غامق ستيم غامق أوكي. هلا بالعكس وين اللبس فاتح بكون ستيم كمان فاتح. مخطوط كمان مور ابيض عشان بس تنشف بصير ذهبي كتير افتح. هلا بدنا نقوي شوي الالوان. طبعا على كانفاس بيجي مع الفريم بدون لزق عشان تاخد كل محل كانفاس. انا سويت مع الفريم اوكي. باي باي شكرا لكم.